يقول: إذا قال قائل: تبا للدنيا، فهل في هذا سب والله للدنيا؟ يحتاج الى نظر، لان تب للدنيا يفصل بها الظهر، فهذا سب الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب ايش؟ عن سب الظهر، لان الدنيا هذه التي يقلبها الله جل وعلا الذي يقلبه، قال: انا الدهر اقلب الليل والنهار، فلا يجوز له ذلك، ان هذا سب للدهر.